في تطور عسكري كبير في الإقليم. الجيش الإسرائيلي نشر منظومة رادارية في مناطق بالشرق الأوسط بما فيها الإمارات والبحرين لمواجهة إيران. وفي الكونغرس مشروع يقضي بأن يسعى البنتاغون إلى دمج الدفاعات الجوية لإسرائيل ودول عربية. هل التحرك العسكري واللوجستي مقدمة لمواجهة أم للضغط السياسي بعد تعثر مسار فيينا؟ لماذا استفزاز إيران وهي ترد على الاعتداءات والاغتيالات سراً وعلناً؟ هل هي حرب استنزاف متعددة الأطراف؟ وما الذي يحدد التسوية أو التصعيد في الإقليم مع رفع منسوب الاحتكاك والتهديدات وتغيير الاستراتيجيات؟ لعبة الأمم حول إيران وإسرائيل، المعارك المستمرة. لعبة الأمم يأتيكم الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت القدس الشريف.